مليحه شيء راك تعرف جو عندنا كي بي اي جي دي جي راسي كيفاش دو انديامو سيجنور مينيون بورتا غريبالد جراس السلام عليكم ناس الخير خوتي خواتاتي، انتم على قناه جريده شانيل الحياه بفرنسا. تحيه لكم ناس الخير في المكة تشاهدونا وفي المكة تتابعوا الفيديوهات ديالنا. الفيديو ديال اليوم غادي يكون فيديو مخصص للاخبار وغادي تستافدوا منه نتوما كمهاجرين هنايا ساكنين بفرنسا. الجزئيه الاولى ديال الفيديو تكون اللي مخصصه لاخبار سياسيه، ولكن غادي تكون جزئيه وبعجاله فقط باش انكم تتابعوا لاكتواليتي وتعرفوا اش كاين، وهذا بطبيعه الحال واجب باش انكم تعرفوا واشنو كاين خصوصا هذه الفتره هذه. والجزئية الأخرى اللي غادي تكون أخبار متنوعة بطبيعة الحال تهمكم وغادي تستفدوا منها، تابعوا معنا لا فيديو. بالنسبة حاليا فرنسا يعني هي راها في المجهول، لأنه علاش راني نقول في المجهول؟ بحيث حاليا رغم فوز الجبهة الشعبية ديال ميلانشون اللي هي لو فرون ناسيونال لو فرون بوبولار بلوتو، الرئيس إيمانويل ماكرون وعلى حسب الأخبار ديال ليليزي لم يتم الاتصال بهم بعد. بمعنى هنا في فرنسا فاش تكون أنها كتفوز واحد الجبهة يعني واحد 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 الحزب كيفوز، بطبيعة الحال الرئيس كيتصل بهم مباشرة وبطبيعة الحال باش يشوفوا شكون هو اللي غادي يكون رئيس الحكومة. ملي كنقولوا رئيس الحكومة يعني كيكون رئيس الوزراء. هنا حاليا في هاد الفترة هذه، وكيف أنني قلت لكم البارحة بالنسبة للأخبار ديال فوز بالنسبة للأخبار البارحة، وكيف أنني ذكرت لكم أنه الجبهة الشعبية ديال ميلانشون أنهم فازوا، ولكن لم يفوزوا بالأغلبية. ولكن شنو فازوا؟ فازوا على الأحزاب الأخرى. هنا بغيتكم فقط تابعوا معي هذه الجزئية. أشنو معنى الأغلبية؟ معنى أنهم خاصهم يجيبوا 289 مقعد في البرلمان باش هكذا تكون عندهم الأغلبية، وباش هما بذاتهم يقدروا أنهم يعينوا ليديزينيو شكون اللي غادي يكون رئيس الوزراء. ولكن في هذه الحالة بما أنهم عندهم أقل من 289 مقعد هنا في هذه الحالة، وكيف قلت لكم البارحة هنا يتم الرجوع إلى الدستور وما ينص عليه. على حسب ما عرفت اليوم على أنه الدستور المادة رقم 8 ولا النص رقم 8 واللي كيقول على أساس أنه من صلاحيات رئيس الدولة، على أساس أنه فاش كيكون حزب أنه ما فازش بالأغلبية هنا يعطى الصلاحية للرئيس أنه هو من يختار شكون غادي يكون رئيس الوزراء، يعني باش انهم يشكلوا الوزراء. هنا اللي بغيت انني نقول لكم كذلك واللي ذكرتها معكم البارحه، انه جابرييل أتال قدم الاستقاله، ولكن الرئيس قال ليه خاصك انك تكون يعني ولو لهذه الفتره هذه تبقى نتايا رئيس الوزراء. هنا لذلك قلت لكم انها فرنسا فعلا راها في المجهول. اشنو اخر اللي بغيت انني نبارطاجي معكم الاخبار اخرى؟ اللي بغيت انكم تعرفوا انه ابتداء من يوم الاربعاء 10 جويليه غادي المنصه ديال انف سوف تستقبل طلبات ديال من اولا ديال لي كارت دو ريزيدون ديال 10 سنوات، وكذلك ديال لي سيرتيفيكا دو ريزيدونس نتاع لي الجيريان نتاع 10 سنوات، وكذلك لا كارت دو ريزيدون لونغ دوري نتاع لي يو او كارت اوروبيان، وكذلك الكارت دو ريزيدون بيرمانون. علاش قلت لكم هكذا؟ لانه من قبل كانوا اما انك تنزل في لو سيت نتاع ديمارش سامبليفيي او انه تجي تنزل في لو سيت نتاع انف. هنا هاد المنصه هذه ديال انف طبيعه الحال كنا كنزلوا فيها التجديد، ولكن كان بعض لي بريفيكتور والسوب بريفيكتور اللي ما تقدرش تنزل عبر هاد المنصه، وانه تنزل عبر ما يسمى ديمارش سامبليفيي. ولكن حاليا ابتداء من يوم الاربعاء يعمم انه كل فرنسا يعني انه يتم الطلب عبر هذه المنصه، وراني قلت لكم شكون هما يعني، لانه ابتداء من 10 غادي يكونوا باش يقدروا يقدموا الطلب. فقط افتح القوس معلومه بالنسبه للناس اللي كديروا تقديم الطلب مثلا لاول مره وكيعطوكم واحد الريسيبيسي ريتما يعني انهم يوجدوا لكم لا كارت ديالكم. الريسيبيسي كتكون الفتره ديالو ما بين 4 اشهر و 6 اشهر. اما الاشخاص اللي كيقدموا باش يديروا ان رونوفلومون هنا كيكون عندكم الريسيبيسي نتاع 3 اشهر. اشنو اخر كذلك اللي بغيت نبارطاجي معكم من بين الاخبار كذلك اللي بغيتكم تعرفهم، انه ابتداء من 4 من بين الاخبار اللي بغيتكم كذلك تعرفهم، سمحوا لي انه بطبيعه الحال بعض المرات فاش كنسجل الفيديو كنسمع بعض المهم يعني شي صداع ولا شي حس ولا كيكون خارجي كنضطر انني نوقف باش هكذا لا فيديو يكون
الصوت صافي ابتداء من 4 جوي إلى غاية ديسمبر 2024، تم فتح ما يسمى أنه يمكن تقديم الطلب باش أنكم تقدموا شيك إنرجي. هنا نفهمكم ونكمل لكم. كتعرفوا شيك إنرجي كيتعطى مرة في السنة، وأنه آخر مرة تعطى لكم والناس اللي يستفدوا منه هو تقريبا 24 أفريل 2024، يعني هذه كان آخر مرة أي واحد استلمها، يعني مش أي واحد، يعني الناس اللي كانوا يستفيدون من هذه المساعدة هذه. ولكن هنا يتم فتح منصة بطبيعة الحال، غادي نخلي لكم لوليان أسفل لا فيديو. بالنسبة للشباب اللي دخلوا الحياة العملية جدد، وبالنسبة كذلك الأشخاص ولا لي فوايي اللي أنهم نزل عندكم المدخول ديالكم ما بين 2021 و2022، وكذلك الناس اللي عندهم كان عندهم مولود تزاد في 2022. سيي، يعني هادو هما لي كريتير اللي مطلوبين. القيمة ديالها كتكون ما بين 48 أورو و277 أورو. هنا فقط باش نسهل عليكم باش تاخدوا معلومات، اون سي جامي إذا كون شي واحد متردد، شي واحد يقول لك واش أنا يا نستافد واش ما نستافدش، واش أنا يا مانيش عارف واش كنت من حقي نستافد، واش أنا ندخل في هاد لي كريتير أو لا. رقم الهاتف 0805 204 805. هاد الهاتف ديجا عطيتو لكم عده مرات في مجموعه ديال الفيديوهات اللي كتكون فيها الاستفاده. اشنو توجدوا؟ توجدوا لا فاكتور ديالكم، وتوجدوا النيميرو ديال الفيسكال ديالكم، باش عندما يتم الاتصال يكونوا لي كوردوني والمعلومات ديالكم مكتملين. هكذا نتوما تطرحوا الاسئله اللي بغيتوا تطرحوها، وهما هادي يجاوبوكم. الناس اللي باقي عندها شيك انرجي وراه باقي عندها، يعني ارسلوه لكم وباقي راه عندكم مازال ما خلصتوش به لا غاز لا او دي اف لا والو، يعني لا كهرباء، هو صالح الى غايه 31 مارس 2025. هنا كملت معكم، غادي نمشي معكم بالنسبه للمعلومات اللي بغيت اني نذكرهم لكم بالنسبه للسفر للمغرب والجزائر. بالنسبه للناس اللي كتسافر بطبيعه الحال عبر الخطوط الجويه للجزائر، فقط بالنسبه للكيلوات نتاعكم، نتوما راكم عارفين حاليا، يعني اذكركم بالنسبه انه تكون عندكم 23 كيلو حاليا بالنسبه للبلاد ديالكم، يعني شرط انه هذيك 23 ما تقسموهاش في دي فاليز ولا في دي ساك، خاصها تكون في ساك واحد ولا فاليزه واحده. هذه هي اللي بغيت انا نفكركم بها، لانه كاين بعض الناس ربما يكونوا ما عمرو سمعوا هذا الخبر اون سي جامي، ولا فقط بغيت اني نذكركم 23 كيلو تكون في فاليزه واحده ولا في ساك واحد، ما تكونش يعني متقسمه. بالنسبه للناس اللي كتسافروا للمغرب واللي كتقولوا شحال خاصني ناخذ ديال الفلوس، هنا فقط بغيت اني نطلب منكم الاخوات اللي معنا من الجزائر والاخوان اللي معنا من الجزائر، قولوا لنا نتوما بشحال يعني القدر ديال الفلوس اللي تقدروا انكم تديوهم معكم بدون مشكل. انا فقط على حسب المعلومه ديالي، وقولوا لي واش نيشان ولا لا، ما خصكمش ديباسيو 1500 اورو يعني تاخذوها معكم. قولوا لي واش نيشان هادشي ولا اقل ولا اكثر. بالنسبه لينا حنايا المغاربه نقدروا اننا ما نتجاوزوش 2000 اورو، من لا نتجاوز 2000 اورو نقدروا ناخذوها معنا، يعني من حقنا. وكذلك حتى في الرجوع راني كنقولها لكم. حاجه اخرى اللي بغيتكم تعرفوها انه باش ما يكونش عندكم مشاكل مع الجمارك ولا الجمرك، خاص القيمه اللي تشريوها ديال المشتريات ولا ديال الهدايا ولا المشتريات المهم اللي واخدينها ما تفوتش 2000 اورو. كان هذا هو لا فيديو. الناس الخير شجعونا بالتعليقات نتاعكم بالبارطاج ديالكم وحتى بجام ديالكم، وبطبيعه الحال خليو لينا بالنسبه لهذا السؤال بالنسبه للناس الجزائر شحال تقدروا انكم تاخذوا معكم الفلوس فاش انكم تسافروا. شكرا لكم، نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم، مع السلامه.